يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. أحد أكثر الأسئلة شيوعا في التربية، هل ذكاء الأطفال فطري أم مكتسب؟ الكثير من الأبحاث متضاربة والنتائج مختلفة، ولكن في شيء أكيد نعرفه، إن أداء الطفل أكاديميا واجتماعيا وتربويا قابل للتحسن والتطوير بالجهد والممارسة والتمرينات. أنت تقول هذا كلام معروف يعني. السؤال، كيف ننمي هذا عند الطفل؟ كيف نخليه يتحسن ويستشعر أهمية التدريب والجهود؟ خليني أسألك سؤال صريح، عادة لما أطفالنا يسووا أشياء كويسة كيف نمدحهم؟ ما شاء الله ولدي، أنت شاطر، أنت متفوق، أنت عبقري، أنت موهبة هذا الزمان، صح؟ هذا الأغلب. وهذا الأسلوب خطر، ليش؟ لأن لما نمدح الطفل على عبقريته وذكائه كأنما نربط أداءه بأشياء جينية، إن هو خلاص يتشرب صورة أنا السوبرمان، أنا الذكي، عبقري زماني. في مشكلة بتطلع بعدين. المشكلة إن الطفل هذا سيخفق وسيفشل لاحقا، هذه هي سنة الحياة، في هوموركات، في مسابقة رياضية، في نشاط اجتماعي، وقتها بتنكسر عنده صورة السوبرمان هذه، بتتخيب آماله، بيعتقد إن الحياة بتتوقف، بيعتقد إنه هو خدع، بيعتقد إنه هو مقلب. طيب شو الحل؟ شلون نمدح الطفل الحين؟ 30 سنة من الأبحاث تنصح أن نمدح جهود الطفل، ونمدح تدريباته وتمريناته وإصراره. يعني بدع في الاختبار، نقول له مثل ما يقول الأمريكان great job، أنت سهرت، أنت تعبت، أنت اجتهدت. يعني نعلق النجاحات بالجهد، لأن الجهد أشياء متغيرة. إذا أخفق في اختبار الرياضيات ما نقول لأنك أنت ما أنت ذكي، لا لا، لكنك لأنك أنت يا ولدي ما حطيت الجهد الكافي ولا ذاكرت بالشكل الكافي. هنا الطفل بعدها يقول إيه، أنا أعرف الحل الآن، الحل للتفوق إني أرجع أذاكر. في حل يعني صار في الموضوع. نعم إحنا نحب نمدح أطفالنا وبنية طيبة وبنية الفخر، لكن علينا أيضا إن إحنا نصقل فيهم الجروث مايندسيت، عقلية النمو. لما نمدح الفطرة والذكاء والعبقرية احنا قاعدين نعلق النجاحات بأشياء فيكست، أشياء ثابتة، كأنما هو ولد بهذه الطريقة، وهذا خطأ كما بيّنت الأبحاث. أتمنى هذه كانت سنابة خفيفة ومفيدة للجميع. يلا شكرا.